السلام عليكم. توقفت الانتفاضات الكردية في العراق الملكي منذ عام 1945 عندما قضي على الحركة المسلحة التي قام بها الملا مصطفى البرزاني وشقيقه أحمد، وغادر العراق عبر إيران لاجئين إلى الاتحاد السوفيتي. وبعد عام في عام 1946 تأسس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، وأصبح جزءا من الحركة الوطنية التي تهدف إلى القضاء على النظام الملكي. وأكد الحزب أن أهدافه هو الحقوق القومية للكرد ضمن الوحدة الوطنية العراقية، ولم يعد هناك ذكر للانفصال أو الدولة الكردية. وعندما قامت ثورة 14 تموز 1958 وأعلنت قيام النظام الجمهوري، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم 16 تموز طبعا 58 بيانا أعلن فيه تأييد للثورة وللنظام الجمهوري الجديد، وأضاف: لذلك قرر الحزب أن يناضل بجميع قواه وإمكانياته للدفاع عن الجمهورية العراقية وتثبيتها وازدهارها. ولتنفيذ هذا الغرض يضع الحزب جميع إمكانياته وقواه تحت تصرف قادة الثورة المجيدة، ويجند جميع أعضائه ومؤازريه كفدائيين للجمهورية العراقية ومقاومة الاستعمار ومؤامراته وأذنابه. وفي يوم 20 تموز قرر مجلس الوزراء اعتبار انتفاضة الملا مصطفى البرزاني وأتباعه جزء من نضال الحركة الوطنية في العراق ضد الحكم الملكي والسيطرة الأجنبية، وأصدرت عفوا عن جميع السجناء الكرد الذين كانوا قد سجنوا بسبب هذه الانتفاضة. وفي يوم 26 تموز 58 صادق مجلس الوزراء على الدستور المؤقت الذي نصت المادة الثالثة من الباب الأول على اعتبار العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، ويقر الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية. أما عن الملا مصطفى البرزاني الذي كان لاجئا في الدول الاشتراكية، كان متنقلا بين روسيا ورومانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا، يعني كان منذ عام 1945 يعني منذ انتهت آخر انتفاضة في العهد الملكي غادر العراق كما قلنا إلى الاتحاد السوفيتي. فبعد قيام الثورة بعث الملا مصطفى برسالتين مطولتين يوم 29 آب 58، بعثها إلى رئيس مجلس السيادة محمد نجيب الرباعي ورئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، يطلب فيها السماح بالعودة إلى الوطن. وأكد البرزاني على أنه وجميع الكرد مواطنين عراقيين. أحييكم بتشكيل الجمهورية العراقية، الهدف المنشود والذي من أجله ناضل الشعب العراقي طويلا، وأننا كمواطنين عراقيين ساهمنا في النضال الشعبي ضد الاستعمار وأذنابه في الوطن، حتى اضطررنا بالأخير إلى ترك الوطن العزيز والالتجاء إلى الدول الاشتراكية، ولتحيا الأخوة العربية الكردية في الجمهورية العراقية إلى الأبد. وفي الثاني من أيلول 1958 أصدر عبد الكريم قاسم قانون العفو العام عن جميع الأعمال التي قام بها البرزانيون للفترة من 45 إلى 47، وأرسل في اليوم نفسه برقية إلى البرزاني يرحب به وبأتباعه في العودة إلى العراق بصفتهم مواطنين عراقيين، وأرسل وفدا رسميا إلى براغ لمرافقة البرزاني عند عودته إلى العراق.
ووصل الملا مصطفى البرزاني وعائلته بغداد يوم 6 تشرين الأول 1958، واستقبله الشيوعيون وبعض الكرد بحماس. وفي اليوم التالي زار الملا مصطفى عبد الكريم قاسم الذي رحب به وقال له أن العرب والكرد شركاء في هذا الوطن. فأجاب البرزاني: إنني خادم للثورة وللعراق، ولن أن أستطيع أن أفي حق الشكر لسيادتكم على الفضل الذي غمرتمونا به. وعبد الكريم قاسم عامل الملا مصطفى بكل احترام، فقد خصصت له دار صباح نور السعيد اللي هي بالحقيقة ليست ملكه، وإنما تعود إلى السكك، وسيارة عبد الإله لتنقلاته، كما خصصت رواتب ومنح للبرزانيين بشكل سخي جدا. خصص راتب شهري قدره 500 دينار للملا مصطفى، و250 دينارا لأخيه الشيخ أحمد، و150 دينارا لولده عبيد الله، ورواتب للآخرين تتراوح بين 50 إلى 75 دينارا، وكان الدينار يعادل جنيها استرلينيا. وقرر عبد الكريم قاسم صرف منحة سنوية للملا مصطفى قدرها 2000 دينار عدا رواتبه، وتخصيص 700 بندقية مع عتادها لأتباعه. وأعلن وزير الإعمار فؤاد عارف عن تخصيص 150 ألف دينار لإنشاء دور سكنية لعوائل البرزانيين، وخصص لكل برزاني قادم من الخارج 45 دينارا للمتزوج، و50 دينارا للمتزوج وله أولاد، و35 دينارا للأعزب، وتم تعيين زوجاتهم الروسيات في دوائر الدولة. قضى البرزاني ما يقارب 12 سنة في المنفى السوفيتي، وعاد عام 58 بعد انقلاب عبد الكريم قاسم على الملكية في العراق. استقبل البرزاني في بغداد استقبال الكبار. شهر العسل بينه وبين قاسم لم يدم طويلا. بدأت الحرب من جديد بينهما بعد سنتين من عودة البرزاني الذي ترك بغداد عائدا إلى كردستان للاستعداد لحربه الجديدة التي سميت بثورة أيلول. وصدر قانون آخر بإعفاء الشيخ محمود الحفيد البرزنشي وجماعته من محكومياتهم وإعادة جميع حقوقهم كمواطنين عراقيين. الحقيقة أن عودة الملا مصطفى البرزاني وأتباعه أثارت جدلا، فقد كتب السفير البريطاني في بغداد مايكل رايت عن هذا الموضوع إلى الخارجية البريطانية يقول: أن جمهور كبير كان في استقبال الملا مصطفى في المطار، ولكن من الواضح أن كثير من العراقيين كانوا ينظرون إلى عودته بحذر، ويعتقدون أن السماح بعودته قرار غير حكيم، لأن البرزاني صاحب دعوة كردستان المستقلة قد يقود من جديد إلى انتفاضات في كردستان العراق، رغم تصريحاته المعسولة حسب تعبيره عن الوحدة العربية الكردية في العراق الموحد. على أي حال، لم يكتفي عبد الكريم قاسم بإعفاء وعودة البرزانيين وعائلة البرزنشي، بل أصدر قانونا بالإعفاء عن جميع الكرد ضمن إعفاء شامل لكل من ارتكب جريمة سياسية منذ عام 1939، يعني مع بدء الحرب العالمية الثانية، منذ عام 1939 وإلى ما قبل 14 تموز 58. فعاد 6000 شخص من الاتحاد السوفيتي مع عوائلهم، ومنهم 755 من البرزانيين.
وقد استقبلهم الملا مصطفى بنفسه يعني في ميناء البصرة يوم 16 نيسان 59، وأبرق إلى عبد الكريم قاسم قائلا: إن الأخوة العربية الكردية قوة متينة لا تقهر، وليست هذه الأخوة وليدة الصدفة، بل نشأت وتطورت على مر السنين. إن الدعايات المغرضة التي سبقت عودة هؤلاء المواطنين، والتي كان الغرض منها تضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقائق، قد كذبها الواقع. فالألوف من مواطني الجمهورية العراقية المحتشدة في البصرة دللت على أنها تستقبل مواطنين عراقيين طال اغترابهم عن الوطن. عاشت جمهوريتنا العراقية حرة ديمقراطية، عاشت إلى الأبد الأخوة الوثقة بين العرب والكرد، عاش الزعيم الأوحد للعراقيين كلهم عبد الكريم قاسم نصير السلم والديمقراطية، التوقيع المخلص مصطفى البرزاني. هذا الإجراء جاء بعد أن توثقت علاقة عبد الكريم قاسم بالملا مصطفى البرزاني إثر مشاركة البرزانيين في قمع والقضاء على حركة الشواف في الموصل في 8 آذار 1959، والتي استهدفت عبد الكريم قاسم وحاولت إقصاء من السلطة. إلا أن هذه العلاقة الحميمة بدأت بالتدهور عندما أثار الملا مصطفى البرزاني موضوع الحكم الذاتي في كردستان العراق. فعندما صدر قانون الجمعيات في الأول من كانون الثاني عام 60، تم إجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني مثل بقية الأحزاب، فكانت مسودة منهاج الحزب هي بداية الخلاف بين عبد الكريم قاسم والملا مصطفى البرزاني. أطلق البرزاني على حزبه اسم الحزب الديمقراطي الموحد لكردستان العراق البارتي، ولكن عبد الكريم قاسم رفض هذا الاسم، وبعد حوار مع وزير الداخلية تقرر أن يصبح اسم الحزب الحزب الديمقراطي الكردستاني بدلا من الحزب الديمقراطي الموحد لكردستان العراق. وأكد الحزب في المادة الرابعة على النضال من أجل صيانة الجمهورية العراقية، والنضال من أجل حصول الشعب الكردي على حق التمثيل والتوظيف في جميع مرافق الدولة بما يتلائم مع نفوس أكراد العراق. كما أحلت كلمة الأكراد أو القومية الكردية محل عبارة الشعب الكردي، ورفضت وزارة الداخلية المادة 23 من المنهاج التي تنص على إن الحزب يساند نضال الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان. حذفت أيضا المادة المتعلقة بحق الأكراد في الحكم الذاتي. موضوع حذف عبارة الحكم الذاتي من منهاج الحزب ناقشه عبد الكريم قاسم في اجتماع حضره قادة الحزب، وقال إن كلمة الحكم الذاتي يمكن أن يستخدمها أعداءه ضده، إضافة إلى أنه من الصعب عليه أن يجمع مؤيديه حول هذه النقطة خصوصا قادة الجيش، وأضاف أنه يتعاطف مع حق الأكراد في الحكم الذاتي لكنه لا يريد إدراج هذا الحق في المنهاج، وإنه بإمكان الحزب الإشارة إليه في جريدته. فوافقت القيادة الكردية وأجيز الحزب الديمقراطي الكردستاني في 9 شباط فبراير عام 1960. وعندما عقد الحزب مؤتمره الخامس بين 5 و10 مايو عام 1960، أجرى عددا من التعديلات على منهاج الحزب، فعاد معظم ما حذفه عبد الكريم قاسم وأعلن ولاءه له، لكن قاسم لم يرحب بذلك، بل استقبل بعض رؤساء العشائر الكردية المعادية للبرزاني
وأخذ يوزع عليهم السلاح، الأمر الذي عده البرزاني استهانة متعمدة به. الحقيقة أن موقف عبد الكريم قاسم السلبي قد جاء بعد أن بدأ ملا مصطفى يوسع نفوذه في كردستان بعد عودته إلى بارزان، وتقول المصادر أنه استمر يثبت نفوذه على حساب شيوخ القبائل الكردية الأخرى مثل الزباريين، مما اعتبره قاسم تحديا لنفوذ الحكومة العراقية في الألوية الكردية. الألوية الكردية يعني المحافظات الكردية. ثم لجأ عبد الكريم قاسم إلى أسلوب آخر، وهو القول بأن الكرد ليس لهم شخصية قومية مستقلة، وأخذ يتحدث باستخفاف عن دورهم في التاريخ العراق، ويتجاهل انتفاضاتهم، ويتجاهل الملا مصطفى البرزاني نفسه. ووصلت علاقة عبد الكريم قاسم بالملا مصطفى البرزاني إلى حد القطيعة عندما علم بلقاءات البرزاني مع السفير البريطاني وزيارته السرية لكردستان، فأخذ قاسم يسعى لتقليص دور الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبدأت صحيفتي بغداد والثورة المحسوبتين طبعا على عبد الكريم قاسم تدعوان صراحة إلى صهر الشعب الكردي وعدم الاعتراف بحقوقه القومية. فدخلت الصحف الكردية في سجالات معها، وكان لتوقيف يعني اعتقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني إيذانا ببدء حملة لقمع الحزب. كان الملا مصطفى البرزاني يتردد على عبد الكريم قاسم بدون موعد، لكنه أبلغ الآن أن عليه طلب الإذن قبل مقابلته، وسحب منه السيارة وسائقها، وأنقص مخصصات الملا مصطفى السنوية إلى النصف، أي 1000 دينار. وقتي كعبد الكريم قاسم بيبقى رئيس الوزراء لبعت له علميتي خويا يعني كأنه ينتواني إداري مملكة بيكا دست ينكرد أوا وأزانا كأنه غدر ظلم وتعدى بوا أبناء حكومات بوا غدر ظلم وتعدى ملت مجبور بي لها ملاوة حتى قسمك راه انكرشونا إيران قسمك راه انكرشونا خارج أو أنا كلا داخل أو مقاومة انكر بيبا سببي أوا كأو مقاومة أو ثورة هستا سياستي غلطي عبد الكريم حتى استشكم حكومتي لباش أو هاتون استدستي بيكن يعني أسباب أوى بيكوين أكشتن طالانيان أبر خلكان أجد ببي معنى هل لسر تقاريري بيت أساس لو غدر ظلمك جاند درجة كيسنا تواني بخوي دانيشي لأم حياتي خوي أمين بي لما لي خولج أو أنا كسورك مجبور بن كمقاومتي أو غدر ظلمه بعقلي أو تعدانا بكن كلسر ملتي. ومع ذلك فقد استمر البرزاني في التعاون مع عبد الكريم قاسم، وطلب من الاتحاد السوفيتي التوسط لإعادة العلاقة الطيبة بينه وبين قاسم، لكن استجابة البرزاني لدعوة الحكومة السوفيتية لحضور احتفالات ثورة اكتوبر أدت إلى زيادة التوتر بينهم. فؤاد عارف كان وزيرا في حكومة قاسم، وقبلها مرافقا للملوك في عهد الملكية، ثم نائبا لرئيس الوزراء في حكومة عبد الرحمن عارف. خريف العمر لم يأخذ منه بعد ذاكرته التي تضم تاريخ العراق. كريم قاسم كان رجل وطني، أقول لك صراحة يعني مو عميل، كان رجل وطني مخلص، لكن ما عنده كفاءة حكومة، ما عنده خبرة، ما عنده كل شيء، وما كان يقبل من كفؤين حتى يدعون وياه. وملا مصطفى ايضا كان حقيقه مخلص الى كريم قاسم والى حكم العراقي، لكن قلت لك الناس السوء بطاله السوء عند كريم قاسم والتاثير الحكومه الانجليزيه وكذلك حكومه الجوار
والناس السوء لأطراف هذا كانت ينهيج ضدك وما عرفيت أنا أشياء هذا كريم قاسم أشكد مثل ما يقول قلت لك ما عندك خبرة وسريعة التصفيق أنا كنت أشكد يا صديقي كلش أنا استقاليت إلا قام ضد الثورة الكلية مثل كثير من قيادات البرجوازية للثورات يجري عليه تغييرات جرى تغيير على قيادة الثورة في العراق على عبد الكريم قاسم تحول من حكومة مسندة من الشعب وحكومة ديمقراطية إلى ديكتاتورية وهذه الديكتاتورية تحول إلى ديكتاتورية عسكرية فردية فيما بعد وبدل ما يعمل من أجل حل المشكلة الكردية عقد المشكلة الكردية استطاع الملا مصطفى البرزاني فرض نفوذه وسطوته على منطقة امتدت من الحدود التركية إلى السليمانية مستغلاً انشغال عبد الكريم قاسم بالأزمة الكويتية في حزيران عام 1961 ورأى قاسم في هذا العمل خطراً يهدد نظام الحكم فتصاعد التوتر بين الطرفين العامل المباشر الذي فجر الأزمة بين عبد الكريم قاسم والملا مصطفى البرزاني اغتيال أحد الزعماء الأكراد وهو عثمان ميران المعروف بولائه للحكومة ووجهت هيئة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض وجهت الاتهام إلى الملا مصطفى البرزاني ورغم أن الوزير الكردي عوني يوسف توجه بالرجاء إلى قاسم بتأجيل أمر إلقاء القبض على الملا مصطفى قال له ماكو داعي خصوصا وأنه لا يوجد تمرد في الشمال لكن قاسم رفض هذا الاقتراح وقال باللهجة العامية أنتوا نايمين ورجليكم بالشمس وطلب التنفيذ في الحال فاختفى الملا مصطفى في المنطقة الشمالية في كردستان العراق لتنطلق أول حركة كردية مسلحة في العهد الجمهوري تطالب بالحكم الذاتي وليس الانفصال الملا مصطفى بدأ تحركه بتحريض كبار ملاك الأراضي على التمرد ضد قانون الإصلاح الزراعي الذي ستطبقه الحكومة فتجمعوا في وادي خليفان في دربند بازيان ورفعوا مذكرة إلى عبد الكريم قاسم طالبوا فيها إلغاء القانون قدم رؤساء العشائر الكردية يوم 20 تموز يوليو 1961 مذكرة طالبوا فيها بإلغاء قانون الإصلاح الزراعي وتدريس اللغة الكردية في الثانويات وأن يكون جميع موظفي مناطقها من الكرد فرد عبد الكريم قاسم بقصف تجمعات العشائر الكردية من الذين قدموا المطالب لكنه لم يقصف حشود الملا مصطفى البرزاني أدى هذا القصف إلى أن يغير الملا البرزاني موقفه من المتفرج إلى الانضمام إلى العشائر التي أعلنت وقوفها ضد السلطة في بغداد وطلب البرزاني من مؤيديه وأنصاره في القوات المسلحة العراقية الانسحاب من وظائفهم ودوائرهم والالتحاق به وقد نفذت الغالبية العظمى أمر الملا مصطفى البرزاني لتبدأ انتفاضته المسلحة حدد الملا مصطفى أهداف حركته بمطالب قومية كردية وفي مقدمتها الحكم الذاتي للأكراد واستقرت قيادته في قرية ملومة الجبلية وبدأت المصادمات العسكرية بين القوات الكردية والجيش العراقي وفي نهاية شهر آب عام 1961 أرسل البرزاني مذكرة إلى عبد الكريم قاسم يطالب فيها الاعتراف بالحكم الذاتي لكردستان العراق
رجوا كملتي كرد بوي دركوا لجياني كان صاليدا لقال عبد الكريم وغيري عبد الكريم جياني بشيوي بيشو زور زحمته وسخته وهيج ممكن نيا بوي ناچار دواي حكمي ذاتي اوتونومي بوخوي بكات لاچار شيوي سنوري عراق دا بو اوي بتواني نختي بآسودكي وسربستي بجي ولا بر اوى اويك مني شيككم لم ملتا واو دا خوازش لسر ارزوي هموم التي كرد بوي منيش لسر او رايم وداواي دكم وايماش هيج كاتك داواي جابونا ويدا مزراندني حكومتي كردستاني سربخوما نكرد. كان رد عبد الكريم قاسم هو تعطيل الصحف الكردية وأمر باعتقال الزعماء الكرد. ويقول فؤاد عارف أن هدف عبد الكريم قاسم لم يكن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي في كردستان، لأنه أصلا لم يكن هناك إقطاع في الشمال مثل الجنوب، وإنما كانت هناك ملكيات ذات مساحات صغيرة تعتمد على الأمطار. ويؤكد فؤاد عارف أن البرزاني نفسه لم يكن إقطاعيا، وكان من مصلحته ضرب المتنفذين الإقطاعيين لتحجيم نفوذهم بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي الذي اتهمه عبد الكريم قاسم بأنه ضده. أما عن اتهام قاسم للحركة الكردية بالارتباط ببريطانيا والأمريكان فقد كانت مبررة لقمعها عسكريا، لأنه لم يكن يتحمل وجود أي شخص أو كتلة لها نفوذ في أي منطقة من مناطق العراق. وبالرغم من تقديم بعض الأحزاب السياسية بمقترحات لحل المشكلة سلميا، إلا أن عبد الكريم قاسم أمر في 12 أيلول 1962 بتحريك لواء مختلط من الفرقة الثانية في كركوك إلى السليمانية لتبدأ العمليات العسكرية الفعلية، والتي استمرت طيلة الفترة المتبقية من حكم عبد الكريم قاسم. بعد قيام الحركة المسلحة في كردستان حوالي 5 أشهر، أعلن عبد الكريم قاسم في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الهندسي الرابع، أعلن العفو عن القائمين بهذه الحركة. لكن القضية الكردية كانت قد تعقدت، خصوصا وأن عبد الكريم قاسم اتهم الكرد بالارتباط بحلف السنتو وقوى أجنبية ودولية، كما أن الحركة لم تعد محصورة في منطقة ضيقة، وإنما توسعت بشكل كبير في منطقة كردستان. وصفت جريدة الثورة الناطقة بلسان عبد الكريم قاسم الموقف العسكري في الشمال، فقالت إن المسلحين الكرد سيطروا على منطقتي دهوك وأقرى والعمادقة لتصفية عشائر ريانيين والزباريين الذين وقعت بينهم معارك رهيبة واحتلوا مدينة زاخو. ومن جانب آخر سيطروا في لواء السليمانية على المنطقة الممتدة من ضواحي حلبشة وانحدارا إلى طاسلوشة وإلى دبرندخان، مع ما يمتد إلى شمال هذه المنطقة إلى سهل رانيا. وكانت حركة المسلحين الكرد ضمن لواء الموصل على جانب كبير من الخطورة، أما لواء أربيل كان تحت سيطرتهم كونه مركز الحركة المسلحة. في مثل هذا اليوم من عام 1962 أعلن الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم العفو عن جميع الثوار الأكراد، ووعد بتعمير القرى التي هدمتها القوات الحكومية. لكن مطلب الأكراد بمنحهم الحكم الذاتي لم يؤخذ حينها بعين الاعتبار. ردا على ذلك قامت فصائل الملا مصطفى البرزاني بعدة غارات مسلحة، لكن قلة السلاح حالت دون استيلاء الأكراد على الموصل والسليمانية.
بالرغم من صعوبة القضاء على هذه الحركة المسلحة في الشمال، إلا أن عبد الكريم قاسم ظل يردد في خطبه أنه قد قضى على هذه الحركة ولم يبقى منها سوى فلول وتجمعات صغيرة موجودة في الجبال. ويعلق محمود الدرة على ذلك بالقول: ومما حير عقول المواطنين العراقيين إصرار عبد الكريم قاسم على ادعائه بالقضاء على التمرد بالقول إنه لم يبقي منه سوى أفراد من العصابات التي لها ما يمثلها في شتى أنحاء البلاد المتمدنة، في الوقت الذي يعرف فيه المواطنون العراقيون والعالم أجمع أن مصطفى البرزاني وحزبه البارتي يسيطر على الكثير من المناطق الجبلية الكردية إلى يوم سقوط حكم عبد الكريم قاسم في 14 من رمضان 1963. الموقف الإيراني من الحركة المسلحة في كردستان كان مهم بحكم وجود أكراد في إيران على الحدود مع العراق، ولذلك تحرك نظام الشاه لدعم الحركة ضد عبد الكريم قاسم، وقد شجعه على ذلك أن الغرب لم يعد يشعر أن هناك حاجة ملحة لعبد الكريم قاسم بعد انفصال سوريا عن مصر في 28 أيلول 1961، يعني بعد 3 أسابيع تقريبا من قيام الحركة المسلحة في شمال العراق. وهذه الحاجة كانت تتمثل في وقوف عبد الكريم قاسم بوجه جمال عبد الناصر الذي كان عدوا للغرب، كما أن الغرب وجدوا في انشغال قاسم بالحركة المسلحة للكرد في شمال العراق فرصة لانشغاله عن الاستمرار في معركة النفط معهم. كان لابد للحركة المسلحة الكردية من أن تؤمن جناحها الشرقي بعد أن سيطرت على المناطق الكردية، فاتصلت بالحكومة الإيرانية عن طريق بعض الوسطاء من الأغوات، وتعهدت بعدم إثارة الاضطرابات في كردستان إيران مقابل فتح حكومة الشاه للحدود لتزويدهم بالمؤن التي يحتاجونها والسلاح، وأرسلت وفدا كانت نتيجته أن شجعت حكومة الشاه القبائل الكردية الإيرانية على حدود العراق بدعم الحركة المسلحة في كردستان، ودعت وسائل الإعلام الإيرانية إلى دعم الحركة. طب
تطورت حرب البارزاني مع حكومات بغداد، أخذت تستخدم آلة إعلامية خاصة بها، إذاعة تشجع على الالتحاق بالثورة. دنجي كردستان عراق، دنجي ككسر بدجمن شركاتو أي هنا تلرسة، دنجي دلنيا إيرا لكجراوانا، دنجي سربسيو. وجريدة توزع على المثقفين، وجد البارزاني طرقا لتمويل حربه. بدأ رجاله يبحثون في كيفية صناعة السلاح. أما عن موقف الأحزاب والقوى السياسية في العراق فقد تباينت واختلفت، لكنها جميعا وقفت ضد استخدام السلاح والقوى العسكرية في حل المسألة الكردية. فقد حمل البعثيون عبد الكريم قاسم مسؤولية قيام الحركة الكردية المسلحة في شمال العراق، وأعلنوا مساندتهم للمطامح القومية المشروعة للأكراد في الحكم الذاتي وليس الانفصال. وأصدرت الجبهة القومية في أواخر أيلول 61 بيانا أدانت فيه نزعة الانفصال عن العراق، وقالت أن قاسم غذى هذه النزعة لضرب الاتجاه القومي العربي ولتفتيت وحدة العراق حين لجأ إلى افتعال الفتنة بين العرب والأكراد وبين الأكراد أنفسهم. وجاء في البيان: تدور معارك مسلحة بين قوات الجيش العراقي ورجال العشائر الكردية الذين رفعوا شعار تجزئة العراق، والجبهة القومية تحمل حكم قاسم مسؤولية ما يصيب الجيش والشعب من وراء الأحداث الدامية. فقاسم هو الذي أراد ومهد لمثل هذه المأساة لكي يجد فيها وسيلة لتحويل أنظار الشعب ونقمته على حكمه البغيض، ولكي يغطي فشله المهين في إثارة قضية الكويت وليستر ضعفه وتنازلاته أمامه شركات النفط. أما الحزب الشيوعي، حزب الشيوعي العراقي طبعا، فقد حاول التوسط لإنهاء القتال ولتحسين العلاقة بين عبد الكريم قاسم وملا مصطفى البرزاني مع إدانة قصف الطائرات العراقية للمناطق الكردية. ك
كلف الشيوعيون آمر اللواء الخامس العقيد حسن عبود بمفاتحة عبد الكريم قاسم للتوسط، فكان شرط قاسم الوحيد هو أن يستقر الملا مصطفى في برزان أو في أي منطقة أخرى ويترك الحركة المسلحة، وأنه سينظر في جميع مطالب البرزان إذا استجاب لهذا الشرط. سافر حسن عبود إلى سرسنج ومعه جهاز لاسلكي يمكنه من الاتصال بقاسم وقائد فرقته، والتقى الملا مصطفى وأبلغه شرط قاسم مقابل الاستجابة لمطالبه فوافق البرزاني. وفي هذه الأثناء مرت طائرات حربية عراقية حامت حول منطقة الاجتماع، فتساءل البرزاني: إذا كان الزعيم قد أرسلك لمقابلتي وتبليغ شروطه، فلماذا أرسل هذه الطائرات؟ فنفى العقيد حسن عبود علمه بها، فيما إذا كان قاسم قد أرسلها لتقصف مكان الاجتماع. وهكذا فشلت محاولة الصلح هذه، واستمرت الحركة الكردية في شمال العراق حتى سقوط قاسم في 8 شباط 1963 على يد حزب البعث العربي الاشتراكي. وكان البعثيون قد قرروا الاتصال بالقيادة الكردية والتفاهم معها يعني قبل 8 شباط حول حقوق الكرد والحكم الذاتي من أجل ضمان نجاح حركتهم. فاتصل العقيد طاهر يحيى بالقيادة الكردية من خلال العقيد الركن كريم قرني في 1 تشرين 1962 الذي نقل إليهم استعداد حزب البعث لتنفيذ مطالبهم في الحكم الذاتي مقابل وقف حركتهم المسلحة في الشمال عند استلام البعث للسلطة. فوافقت القيادة الكردية وأبدت استعدادها للمشاركة في السلطة الجديدة بعد أسقاط عبد الكريم قاسم، وقد تبع ذلك اجتماع أمين سر القطر علي صالح السعدي مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني صالح اليوسفي في كانون الثاني 1963، وتم الاتفاق على جميع النقاط. وعندما أسقط البعث عبد الكريم قاسم واستلم السلطة في 8 شباط 14 رمضان 1963 بدأت مرحلة جديدة من تاريخ الحكم الذاتي للكرد في العراق. رجوي كملتي كرد ويدرك ولجاني كان صاليدا لقال عبد الكريم وغيري عبد الكريم جياني بشيوي بيشو زور زحمته وسخته وهيج ممكنية بوه ناچار دواي حكمي ذاتي اوتونومي بوخوي بكات لاچار شيوي سنوري عراق دا بو اوي بتواني نخته بآسودكي وسربستي بجيت ولبر اوى اوي كمنش يككم لم ملتا واو داخوازش لسر آرزوي هموم التي كرد بوه منش لسر او رأيام وداواي دكم وإيماش هيچ كاتك داواي جابونوي دامزراندني حكومتي كردستاني سربخوما نكردوها.